بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشكر خلق من الأخلاق الإسلامية الفاضلة، يقول عنه الإمام المناوي: الشكر شكران، الأول شكر باللسان وهو الثناء على المنعم، والآخر شكر بجميع الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر الاستحقاق. وعرفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه ظهور نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. وعن الشكر باللسان يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وبين لنا صلى الله عليه وسلم كيف تصل قلوبنا إلى درجة الشكر في حديثه الشريف. فعن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكن فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله تعالى على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم يكون الشكر بالجوارح في تعامل الإنسان مع الناس من حوله، بل ومع كل الكائنات. فهذا حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. كما يكون الشكر برحمة الكائنات. فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. والشكر يا أحباب سبب للزيادة، فكلما شكر المؤمن ربه على نعمه ازدادت له النعم والفضل. وقد بين القرآن هذا المعنى في آية كريمة من هذا الجزء، لنذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة: والحمد لله رب العالمين.